السلس البولي عند السيدات موضوع كتير مهم جدا. معانا ضيف كتير عزيز على قلبي دكتور زياد عواد، أهلا وسهلا فيك. أهلين مرحبتين دكتور زياد. أهلين وسهلين. بدنا نحكي عن السلس البولي عند السيدات، شو أعراضه وشو أنواعه؟ الآن السلس البولي اللي هو عبارة عن نزول البول من غير إرادة المريض أو المريضة. الآن وفي له أسباب كثيرة، هو بصيب عادة الستات أكثر من الرجال. نعم. الرجال في مرحلة متقدمة من العمر ممكن برضه يصيبهم، بس إحنا بهمنا الآن الستات بعمر 40 45 50 سنة بصير عندهم الشغلة هاي. الآن الشغلة منتشرة للأسف، يعني كثير من الستات عندهم سلس بول وما بيشوفوا الطبيب. لدرجة انه صار يعتبروها جزء من حياتهم والتقدم بالعمر، يعتبروها جزء من الولادة، من التقدم في العمر، من شيء لازم يتعايشوا معها. طيب شو الأسباب اللي بتصير وشو أنواع السلس البولي اللي بصير عند السيدات؟ الآن السلس البولي في نوعين مهمات، نوعين رئيسيات. نعم. في السلس البولي الجهدي اللي هو بيكون ناتج عن ضعف في عضلات الحوض وهبوط في عنق المثانة، وهذا بنتج بسميه سلس البول الجهدي. إذا الست كحت أو عطست أو ضحكت أو إذا مثلاً حملت شيء ثقيل البول بنزل. بصير مرات كمان لما يوقف بسرعة. لما توقف بسرعة ممكن ينزل البول. هذا السلس البول الجهدي. في سلس البول ثاني مختلف اللي هو سلس البول الحاحي، يعني المريض أو المريضة أو الست لما تحس تروح الحمام قبل ما توصل الحمام بنزل بول لوحده، يعني ما بتلحق توصل الحمام بنزل بول لحاله، يعني بكون بده يفتح باب الحمام ممكن ينزل بول. وهذا ناتج يعني يختلف عن السلس البول الجهدي، الناتج عن بكون فرط نشاط في عضله المثانه. طب كيف بنفرق بين النوعين السلس البولي هذول؟ أول شيء نسمع من المريض أو المريضة، مهم جدا، لأنه الطريقة اللي بشكي منها المريض والأعراض اللي بشكي منها هاي بتعطينا فكرة هل المريضة تشكي من سلس بول جهدي أو الحاحي. يعني المفروض الطبيب يجلس مع المريضة فترة ويأخذ منها تاريخ، يعني السيرة المرضية الممتازة هي التفصيلية هي أحسن شيء. بالضبط. طب شو في فحوصات مؤكدة؟ بعدها في أشياء تانية ممكن نعملها طبعاً، مهم جداً متأكد مما في شيء عضوي ثاني مثلاً حصوة أو التهاب، نعمل أن نتأكد المثانة تفضي كويس. فممكن نعمل فحص للبول ونعمل ألتراساوند، فحص سونار للمسالك البولية والمثانة، نتأكد المثانة تفضي هلأ كويس. عادةً الستات اللي بيصير عندهم سلس بولي شو طبيعتهم؟ بيكونوا متزوجات ولا عزباوات ولا مخلفين ولا شو؟ الآن سلس البول الجهدي مربوط مع الخلفة. يعني زمان كنا نحكي إنه عدد مرات الولادة لها أثر كبير، بس الآن حتى لو ولادة واحدة وكانت صعبة اللي هي المرحلة الثانية من الولادة برضو بتأثر على عضلات الحوض وبتعمل سلس بول. أنا بجوز قرأت كمان شوية دراسات بتحكي حتى اللي بتعمل سيزيريان عملية قيصرية ممكن يأثر على، لأنه كانت فترة موضة إنه الستات يعملوا قيصرية بدال ما يعملوا ولادة طبيعية مشان يتجنبوا السلس البولي. مزبوط. فاكتشفوا بعديها إنه حتى ولو والحمل بحد ذاته بيعرضهم للسلس البولي. مزبوط. طب طرق العلاج السلس البولي الجهدي، يعني هو عدة مراحل. في مرحلة بتكون بسيطة، يعني بتحصل مرة في الأسبوع أو مرتين بالأسبوع، وهذول الستات ممكن يستفيدوا من تمارين يقوي عضلات الحوض. طب تشرح لنا شوي عن هاي التمارين مشان الستات بالبيت بيقدروا يعملوهم هذولا؟ العضلات الحوض في عضلات سريعة وعضلات بطيئة. فأنا دائما بنصح الستات إنه هم في الحمام والبول نازل يحاولوا يمنعوا نزول البول عشان تعلم الست أي عضلة تعمل انقباض، مش عضلات البطن ولا عضلات الأفة ولا عضلات الرجلين، عضلات الحوض اللي بتمنع نزول البول.
يعني وهن خلال وجودهم بالحمام وهن ببولوا يحاولوا يمسكوا البول ويقطعوا بالضبط عشان يتعلموا شو العضلات اللي بتمنع نزول البول. ممتاز. بعدها ممكن انه هم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون او في اي محل يعملوا انقباض ويخلع العضلة يعني ما في حدا بشوفهم أو شاعر فيهم يعني بعد ما يعرفوا إيش هي هاي العضلات ويرجعوا يمرنوها وهن قاعدين بالضبط يعني لازم يعملوها 50 مرة مثلا صباحا 50 مرة مساء سريعة 50 مرة وزي ما حكيت في انقباض ممكن تعمل انقباض سريع يعني انقباض وترخي العضلات هاي للعضلات السريعة في العضلة البطيئة الواحد بدها تعمل انقباض وتعد للعشرة بعدين تعمل ارتخاء والشغله الثانيه انا اللي دائما بحكي للمريضات زي اللي ببني عضلات وبيعمل كمان اجسام مش حتصير بين يوم وليله بدها وقت بس يعني في الاخر اذا الست بتحب بتعمل التمارين بعد شهر ونص بتلاحظ الفرق الشغله الثانيه انه الست تكون يعني تنتبه مثلا بدها تكح او قبل ما تكح او تعطس يمكن ضحكة صعبة بس قبل ما تقوم مثلا من 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 هي المكان هي جالسة تعمل انقباض لعضلات الحوض بعدين تقوم. طب إذا كانت النسبة عالية شو بنحلها كيف الآن إذا كانت النسبة عالية وبتحصل كل يوم وعامل إزعاج طبعا هي السلس البول اللي بنحكيه ما بيأثر على حياة المريضة لكن بيأثر على نوعية الحياة ومزعج نعم. ويعني محرج نعم ويعني احنا دائما نشجع الستات انهم يجوا يتعالجوا للموضوع. الان اذا الامور ما مشيت امور التمارين او كانت من الاول مرحله متقدمه في عمليات جراحيه. هل العمليات الجراحيه كبيره ولا عمليات جراحيه صغيره؟ هي الاغلب عمليات جراحيه صغيره يعني الجرح بيكون مينيمال انفيزف جرح بسيط بيكون ومعظم الستات ممكن يروحوا بنفس اليوم او ثاني يوم واللي بنعمله احنا بنرفع عنق المثانه بنرجع على مكانه الطبيعي ويعني ونسبه نجاح كويسه فوق 80% تقريبا من الستات بيستفيدوا. شكرا جزيلا دكتور زياد على المعلومات الجدا مفيده. نتمنى لكم السلامه دائما وتابعوا معنا فقرات الاطباء السبعه.